راح يكون معنا شيف فوزي. اهلا بك. اهلا وسهلا بك ومرحبا بكم عندنا في وهران الباهيه. شكرا. شيف فوزي عرفنا بروحك. شيف فوزي 34 سنه خبره في مجال الطبخ، مدير مدرسه تكوين مهني مختصه في الطبخ والفندقه، وكذلك رئيس لجنة تحكيم مهرجان دولي للتذوق. الله يبارك. لثلاث طبعات. شيف فوزي، ما هي الأطباق المعروفة هنا التقليدية في وهران؟ الأطباق اللي تتميز بها منطقة وهران هي الحريرة الوهرانية، خاصة في الأفراح وفي المناسبات. عندنا نديروا المحمر. هادو الطبقين اللي معروفين كثير في الولايه تاع وهران. قالوا لي المعقوده ونديروا كذلك المعقوده، نديروا كثير من الامور، ولكن طبقين المميزين اللي يكونوا في شهر رمضان ولا في المناسبات هو الحريره الوهرانيه والمحمر الوهراني كذلك. الله يبارك. شيف فوزي، انت هو شيف الحكم اليوم ان شاء الله، وش هو الطبقين الرئيسيين اللي تلزمهم على الشيف اللي راح يفوت تحدي اليوم؟ التشالنج تاع اليوم ان شاء الله اللي راح نقدموه للشيف اللي راح يكون معنا اليوم هي انه يدير لنا حريره وهرانيه تقاليد نتاعنا تاع وهران، ويدير لنا كذلك المحمر ولكن بطريقته اللي يدير اللمسه تاعو الخاصه والابداع بطريقة عصرية. هو تقليدي ولكن يضيف هو هذا هو التشالنج نتاعه، سي سا لو تشالنج. لازم يدير لنا حاجة باش يسو ديستينغ من لي زوطر شيف. تما الشيف لازم المبدع اللي يحط اللمسة ديالو في أي طبق. أي طبق لازم الشيف يدير اللمسة نتاعو باش حنا نقيموه على حساب الإبداع اللي عنده. تما طبقين رئيسيين اللي هما الحريرة الوهرانية والمحمر، وراح نزيدوا له حاجه واحده اخرى، المعقوده الوهرانيه كذلك. لازم تكون حاضره ثاني ان شاء الله، تكون حاضره في السفره تاعنا تاع اليوم ان شاء الله. يا ربي. شيف فوزي، تلاقاو بك العشيه ان شاء الله. شكرا لك. عفوا ومرحبا بكم للمره الثانيه عندنا في وهران. شكرا جزيلا. صحيح. شكرا. تعرفنا على الشيف الحكم، عدنا غير نتعرفوا على الشيف اللي راح يخوض تحدي اليوم. من شيف راك واجد؟ راني واجد. شيف يزيد عرفنا بروحك. مخربش يزيد مواليد. فاويت 1991، ولاية وهران. شيف مطبخ متخرج من الطبخ العصري والطبخ التقليدي الجزائري، 11 عام خبره في الطبخ. وين خدمت؟ خدمت في مطاعم، خدمت بزاف فنادق. خدمت بزاف، خدم في بليزير ريستورون، وخدم ميريديان، وخدم دروك. وراني الوقت الحالي راني في اوتيل هادي اورو. شيف يزيد، قوانين التحدي هي كالتالي: عندك 20,000 دينار جزائري اللي هي 2 ملايين سنتيم، عندك ساعة وعشرين دقيقة في يدك بين القضيان والطياب. العشرين شخص راح يكونوا حاضرين معنا اليوم في الطابلة. أوكي. 20 شخص، شكون هادو؟ هادو من الجمعيات الخيرية. شيف الحكم فرض عليك طبقين رئيسيين اللي هما طبق الحريرة والمحمر. هكذا تقول. محمر وهراني. محمر وهراني. شيف يزيد راك واجد التحدي. واجد 100% كاع. بالتوفيق. حنا نخلوك بين القضيان والطياب ونروحوا نشوفوا الجمعيه وضيوفنا تاع اليوم. اوكي.
السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم صباح؟ أنا بس. أنا بس. أنا بس. الحمد لله. الحمد لله. فوالا شكون فتحي؟ أنا هو فتحي. فتحي فوالا، فتحي احنا برنامج شاف راك واجد. مرحبا بكم. الله يسلمك. عندنا هنايا في وهران فطور. فطور للجمعية وأعضاء الجمعية والفئات اللي مستحقة. باشو نقولوا مساعدات ماديه ومعنويه، حبينا نديروا لهم فطور على شرف تاعهم اليوم. اسكو سي بوسيبل تقدر تكون ضيف ضيوفنا اليوم؟ صافي بليزير. كلنا فيها مالا اليوم؟ لا فيها اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بكم مالا. الله يسلمك. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحه. ميرسي. صحه. جات ديك مره او تفاجئ خاطر ضيق عشيه ماهيش من الحمام اللي في البر. كو 22 بيرسون اون بلي شيف طلب لي ميني، سي ديفيسيل. شي حاجه سيتو الحاجه اللي بازالي عليها محمر، سي المحمر باش تخرجه محمر تاع بصح وتخرجه طوب. تما لقلك تعرف كي تمشي امورك. السلام عليكم سي عطار، واش راكم؟ صافا؟ الله يسلمك. صحة رمضان، كل عام وانتم بخير. صحة رمضان وانتم ثاني. الله يسلمك. سي عطار، حنا جينا لوهران. مرحبا بكم. قالوا لنا انت اللي تقدر تعاوننا. افيك اون بليزير. مرحبا بك. الله يسلمك. فوالا عندك ريستو هنايا. وي. حبينا بلاصة ونقدروا ناكلوا فيها ضيوفنا من الجمعيات الخيرية العشية اليوم. اليوم؟ اوكي. ان شاء الله. باك بروبليم. الوغ عندنا هي دوز اسباس هي لا تيراس. تفضلوا معايا. الوغ عندنا هلا تيراس. عباك سيتو كي بدا الصيف الحمام لي جون بريفير لا تيراس اون بلان اير. حبيت نقول لك حاجه، بلاصه سي اكستراوردينير. راني نشوف جوغ ميلونجيت بين الجاردان وبين الريستوراسيون. نبغي لا فيردور، نبغي لا ناتور، نبغي بزاف هاد الصوالح. دونك سي اماتور. وعندنا اوسي عندنا دو سال على الانتيريور. تفضلوا تفضلوا. ماريسا جو بريفير بابا خير باسكو تي راس بزاف شابه. خذوا راحتكم لو. شكرا للفطور. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شكرا. صحيت. شوفوا ناكلها حق. بون الحريره سي بون، رانا كملنا معاها. دوك راه عندنا بولات فيونداشي بواشيش. وي راهم. هذا يتشبه شويه المتوم تاعنا. لا لا حنا درنا هو يشبه المتوم تاعنا. شاو حنا درنا المحمر ستادير غير فيزيتي دخلناه في المتوم. داكوغ. هذا هو المحمر، طبق المحمر. المحمر هاره. متوم هذا. حنا شا درنا المحمر دخلناه في المتوم. هكا باش تكون عندنا كما يقول لك باش ما يكونش عندنا هذاك الصادي، باش ما نكونوش عنصريين. فهمت. هذه هي البوراك. يكفيك الوقت كي مازالش بزاف؟ يكفيك الوقت. يكفيني باسكو ما باقي لي صاير. عندي المحمر ها ولا باقي غير نحمره بالدهن، ندير له اللوز تاعه وصوالحه. والبوراك باقي لي غير نقليه وصاي. والمحمر استادير هو والبواشي فيونداشي انا خيرت باش ندير معاهم بطاطا رونديل. ما نضيعلكش وقتك بزاف.
أوكي. انا نخليك ونعاود نولي لك في اللحظات الاخيره. اوكي بالتوفيق. صحة. ميرسي. صحة. يا مول الدوم على كل من الأزين يا سيد سنوس راية السجانة سيدي قداب المختار ما يليك وين سيد المخفي يا ودلت بك نعسان. شاف يا زيد لحظات الاخرى ما بحنانا في الوقت الاخر صافا راك جايبها شويه صافا الحمد لله قعدت لنا 30 ثانيه 30 5 4 3 زوج واحد أفد يدك خلاص طب كانت حريرة في المستوى نحييها الحريرة اللي دارها وخاصة أنه دلها اللمسة نتاعه مش هي اللمسة نتاعه اللي حسيت بها أنا أنه نحى الفارينة ما دارش لافارين حتش يتقلوها في وهران بلافارين هو تقلها بطحن طحن البولي وتقلها به ونحييه على هذا سيد هذا الإبداع اللي طلبته منه أنا يا أنه يقدم لنا طبق تقليدي ويبدع فيه ونجح فيها 100% من هذا المنبر هذا نقول له باللي جو سوي فريمون فيير دو لي فوالا بدلنا مجهود احنا وأنا الحاجة استاذي اللي زادت عاونتني باش بدلت هذا المجهود بزاف هي اللي سيكي وكنا المحتاجين استاذي كي وكنا جمعية هذه هي الحاجة اللي فرحت بها بزاف نطيح ونوض اكثر منها سي ليسونسيال نفرحهم انا هذاك هو لو بي تاعي الهدف تاعي كان هذاك هو الماكله كانت ثاني في المستوى نشكر الشيف ثاني وهذه هي ديكور فريمون روعه ماكله شابه بزاف الشيف عندك سمو هذه صحة بارك الله فيك باكلة كلاس حلم تخوف لو ديكور إلي تخي ديسكري تخي تخي رابروشي لي زان دي زوتر تخي سمباتيك تخي شالورو لو روبا إيتي إيتي ليجي تخي بون سوكولون وهران اليوم كان معنا الشيف يزيد مدينا له المبلغ 2 ملايين رحنا معاه كيفاش يقضي دخلنا معاه للكوزينه شفنا في الكوزينه كان منظم كان كل حاجه في بلاصتها ايضا شفنا من ناحيه تحضير الاطباق كان ثاني في المستوى كان الطبق المحمر عطى له لمسه ابداعيه ولمسه عصريه لهذا نشوف انه العلامه اللي يستاهلها هي 9 على 10 نعطيه 9.5 من 10 نعم نفسه اعطيه 9 على 10 مي اونيتمون بون بور فير بيان جو دير 9 9 سور 10 فوالا ضحكه ضحكه ماشي اللي تعطي هضره ضحكه روح فاصل يا خوتي تخدم في كارسون خدام
قدام السوفاج تمشوا تمشوا لقينا شي بنيه داير في الارض حبسنا لها الحاجه طلعت قالت لي راني مريضه طلعوني طلعناها الحاجه بلاستيك قالت لي ما عنديش خلصوا عليا خلصنا عليك الحاجه جمعي قالت لي جمعوني جمعناها رحت شي بنيه نرفه قال لي خويا رحمه الوالدين اللي عاري فعلاه قال لي خاف لكم نقولكم زوجوني برافو برافو والله ما عليك كان يقول لك بلي كنت تخرج فيك لفعه كيدير لفعه هما عندهم الفوعه بزاف انا داينا صوصر شويه ما نخرج منها صالح ولا يدير الشاب ولا شاش فيك مال امك انا مريض انا شباب ديجا غادي نكافح نتحسن فيك ونخرج فيك كان باريزو يقول لك اعطيني رقصه باسكو ديما انت راه مقرص أربع ساعات شي ناري ونلوتا وغير رفيس الله يحفظ يسطور يتحكوا على الحيطان ما نشرب ما كاع كاع مدينه ودوار كاع يرقصوا المير شوامي طوالي كاع صحية هندية ودبر راسك دانك داني تشيكا شيكا دم دم تشيكا شيكا دم دم دانك داني برافو شعرها مخبل تشيكا شيكا دم دم شعرها معسل تشيكا شيكا دم دم دانك داني سايق يا خويا سايق حسب فاتحة سايق اليوم ولانا راني فرحانين بزاف ماشي انا برك ما ليكيب تاع شفرك واجد ملي دخلنا الوهران كل حاجه البيبان تفتح لينا ونشكر اللي دار لاطارت هذه سبيسيال شفرك واجد سي لو شاف وي لاطارت درناها على شرف الحصه شفرك واجد وعلى شرف الضيوف نتاعنا تاع الحصه تاع اليوم و سي لا بولونجري باتيسري رولي اللي احنا درناها على شرفكم وان شاء الله تكون راح تنال الاعجاب نتاعكم ونشكر كذلك الحصه اللي ميم لو كونسيبت تاعها الي فورميدابل باسكو عالم الطبخ سي لو بارطاج و سي لا كونفيفياليتي اليوم الشيء اللي شفناه اننا كنا عائله واحده خاصه في شهر رمضان شهر روحاني وجيسبر كنا خفاف عليكم ونلنا الاعجاب نتاعكم وان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله لما لا لا فينال ان شاء الله في العاصمه نكونوا معاكم وانتم ثاني تكونوا معنا نقسموها les enfants ailleurs.